وإن أكثر ما يشغل الناس هو التفكير في مستقبلهم، فما أهمهم أمر أكثر من تأمينه والعمل على تحسينه، حتى غدا الخوف مما سيكون وما ستجره الأيام معها وتلده الليالي بقدومها، ملازما للبعض في تفكيره وحديثه وحال قيامه وقعوده في مجالسه كلها حتى مع أهله وولده. فتراه يفكر في غد لا يعلم ومستقبل مجهول، تراه يفترض فيه أسوأ الاحتمالات وأبعد التوقعات، يفكر في كل شيء سيء، يفكر في غلاء المعيشة وما سيكون عليه الحال بعد سنوات، بل وربما تجده ينشغل بحال أبنائه بعده وما يدري ما سيكون عليه أمرهم، يفكر في طلاق بناته وكيف أنهن سيتأيمن بعد أزواجهن وهن بعد لم يتزوج، بل إني أعلم أن رجلا يفكر في أبنائه وهو لم يتزوج بعد. يفكر ذلك المسكين في اليوم الذي سيدهمه فيه المرض فلا يقدر فيه على الحركة، يفكر في اليوم الذي يتوفى فيه رفاقه فيصبح وحيدا، تجده في أحايين كثيرة يتوهم جحود أبنائه له ويفكر في عقوقهم به حينما يحتاج إليهم، وكل هذا من ضعف الإيمان وسوء الظن بالله عز وجل. وقد سمى الله عز وجل هذا الخوف من المستقبل جاهلية، يقول الله سبحانه وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أيها الموفق، إن انشغال المرء بما يكون عليه غده وخوفه من شر الأيام وتقلبها يكسبه ذلك الاعتقاد وسوء الظن بعدا عن الله وانشغالا عنه ومشابهة لأهل الجاهلية، إذ من كانت هذه حاله فإن توكله على الله وثقته به وإيمانه بقضائه وقدره يضعف، وكمال يقينه بعلم الله عز وجل وإحاطته ينقص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط. الله أكبر. الروح والفرح في الرضا واليقين بحسن الظن بالله عز وجل، ومحسن الظن بالله إضافة لما وعده الله من خير فإن عنده الروح والفرح بالدنيا، ومسيء الظن بالله عز وجل إضافة لما سيكون عليه يوم القيامة جعل الله في قلبه الهم والحزن. خوف المرء من مستقبله وما يكون عليه غده هو من عمل الشيطان وكيده، لا لشيء إلا ليفسد على المؤمن يومه، فلا يكون بيومه انتفع ولا بغده اقتنع كما قيل. جاء عند الترمذي وحسنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال وروي مرفوعا: إن للشيطان بابن آدم لمة، وللملك بابن آدم لمة. ومعنى قوله لمة أي قرب ودنو. تبين ابن مسعود أن الشيطان أحيانا يكون أقرب لابن آدم وأحيانا يكون الملك هو الذي أقرب إليه. قال ابن مسعود: فأما لمة الشيطان أي حال قربه من الآدمي فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. تبين ابن مسعود وهو مرفوع في بعض طرقه
أن الشيطان إذا كان في بعض اللحظات قريبا من ابن آدم فإنه يعده الشر، ستفتقر، ستمرض، ستموت، سيعقك أبناؤك، سيكون وسيكون مما علمه عند الله عز وجل، ويجعله يكذب بالحق الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر، فربما زاد سوء ظنه بالله فكان من المنافقين. قال: وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. إعاد بالخير، يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاء. ثم قال ابن مسعود بعدما ذكر ذلك، قال: فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى أي هي لمة الشيطان وهو إعاد الشر وتكذيب الحق، قال: ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان أيها الأخ الموفق هو من يورث الهم والغم، ويخوف من الفقر والمرض والموت، وهو الذي يؤيس من الغد ويقنط من الخير، وربما فكر بالسوء وكساد التجارة وبوارها وهي رابحة وأبناؤه حاضرون بين يديه. إن الانشغال بهذا الأمر يشغل على المرء قلبه وجوارحه ولا ينفعه في ذلك، ولا تعارض بينه وبين التوكل على الله عز وجل وعمل الأسباب، فإن من مقتضى التوكل على الله عز وجل عمل الأسباب وبذلها. ولكن المصيبة عندما تكون هذه الأسباب والوسائل أمرا محرما، حتى إن بعض الناس في سعيه لتأمين مستقبله تحول ذلك إلى هوس، جعله كالداء. فكم من امرئ استحل أمرا حراما ليكتسب مالا محرما أو ينال ربحا عاجلا بحجة تأمينه مستقبله، فتجده يقع في ظلم وسرقة أو بغي أو غلول أو غش أو نحو ذلك محرمات لأجل تأمين المستقبل. كم من امرئ عطل بعض الشرائع الواجبة عليه من ترك صلاة أو منع زكاة أو تأخير أداء حج، أو امتنع من بذل المعروف والصدقات بدعوى العمل بتأمين مستقبله وزيادة رزقه. والحقيقة أن هذا هو هوس وقلق واضطراب من خوف المرء من مستقبله، وليس ذلك من العقل والحكمة في شيء.